ممكن يصل الجانبان لتفاهمات رغم هذه التحفظات الكثيرة داخل مسودة الاتفاق الإطاري؟ طيب يعني الاتفاق اليوم في جوبا أو في الفترة يعني مرت بعدة مراحل. المسار الأول مع الجبهة الثورية يمكن مهد كثير وحل كثير وأدى الأفق العام والفكر العام للحوار يتم على أي اتجاه استفادوا منه يمكن الوساطة. ابتدوا طبعا بمؤتمر بالمبادئ في مارس وبعد كده تكونت ورش للمناقشة ولو ما ظهر في المجال ده. يمكن الشيء الخفي يعني ما في شفافية وممنوع يتداول أي وثائق وأي شيء. ده يمكن الواحد بيكون المعلومات الكامة ممتلكة. ولكن بشكل عام يعني هل ممكن تعتقد أنه التسريبات اطلعت عن ما تحتوي هذا الاتفاق الإطاري ممكن تكون غير صحيحة لبند السرية الموجود داخل داخل هذا التفاوض؟ وأيضا يعني لماذا السرية؟ الشعب السوداني كله من حقه أن يعرف كيف نتجه الأمور. لماذا السرية ولماذا ينسروا الوثائق؟ هل خوفا أنه يعمل فتنة ويتفرتق؟ يعني ده تصريحهم أنه على أساس أي تصريح إعلامي وينشر وثائق بالجانب السلبي والحغر بيدي لفشل الوساطة وفشل الحوار. ما أعتقد ما مبرر. ولكن نجي ننظر للاتفاق الإطاري يعني المبادئ الستة ما في حد بيختلف عليها.